كان 24 مرحبا بكم في موعد جديد من سبوت ميكس. تابعونا وين ما كنتم من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9، تابعونا ايضا من خلال قناتنا على يوتيوب، تشاهدونا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ تلقاوها بدايه السويت على شانيل سونغون في يوتيوب. اليوم نحكي على اكثر التفاصيل على مقابلات البطوله، الجوله التاسعه البطوله تلعب تبدا اليوم وتتواصل حتى النهار الاحد مع ضيوفنا تلت ساعة ونص من توا حتى نصف نهار ونص. سيد علي الكعبي مرحبا. مرحبا اسلام، مرحبا بالحضور، مرحبا بكل المستمعين مشاهدي اذاعه مسك. شنو الامور؟ تري بيان الحمد لله. ايضا مروان انتاج مرحبا. اسلام مرحبا بالاخيان اللي معانا ومستمعين راديو مسك. سيد ذكر الواتي شنو الامور؟ الحمد لله. مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدين مستمعين وكبيرنا سيد علي. بعد شوية مروان اخر واحد سلمان اخر واحدة. بعد شوية يلتحق بينا كذلك طارق العبدلي باش نحكيو على مقابلات البطولة. قبل هذا الكل باش نحكيو عن نجم الرياضي صح المقابلة اللي باش تكون مع الفريق مع ترجي جرجيس. والبارح كان تم الاعلان على فسخ العقد مع المدرب حمد الدو بالإطوال. والمدرب حمد الدو باش ناخذوا اكثر تفاصيل من عنده هو شخصيا كيفاش تمت الامور. سي حمد شنو احوالك؟ مرحبا بك سلام، مرحبا مرحبا بجميع الضيوف وتحيه لجميع المستمعين. شكرا لك سي حمادي. بون اول سؤال حاب نسالك، علاش بعد ما تمت الاعلان وكل شيء علاش كان البارح تم الاعلان على فسخ العقد؟ لا والله هو من بعد المقابله معنا الاخيره كنت الملعب التونسي وقتها تفهمنا انا والاداره تاع النجم الرياضي الساحلي وكانت حتى المبادره معناها مني انا معناها شخصيا، انه تعرف يمكن ساعات الامور ما تمشيش من المستحسن انه تبديل الاجواء وكان معناها بكل سهوله وكان معناها بالتراضي وكانت معناها باسلوب حضاري جدا صار الخروج بتاعي من النجم الرياضي الساحلي. تقول لي الامور الاداريه علاش كان البارح مش من توا؟ والله الاتصالات قعدت معناها من الاول مع فريق النجم الرياضي الساحلي مع مسؤولين النجم الرياضي الساحلي على اساس انه يوقع الفسخ بتاعي. تعرف ثم امور اداريه لكن الامور الاداريه هذه معناها لا تفسد للود قضيه، معناها ما ثماش حتى مشكله، بالعكس قعدت انا باتصال بهم وديك معناها وقت كلموني، معناها ما صارش وقت كلموني قالوا لي سي حمادي تفضل باش نفسخ العقد. في ساعة من زمان كنت في سوسة وفي خمسة دقائق بأسلوب حضاري بعلاقة ممتازة كان موجود أمين الشرميتي، كان موجود الكاتب العام تاع الفريق بأسلوب حضاري وبعلاقة معناها كانت قلت لك في خمسة دقائق انتهى كل شيء. وأنا بدي نتمنى كان الخير لفريق النجم الرياضي الساحلي، أنا بدي ما نرضاش أنه مدرب ولا الإطار الفني تاع النجم الرياضي الساحلي ما يوقعش معناها الكاليفيكاسيون تاعه، وبالعكس لاني انا فريق النجم الساحلي شفت منهم كان كل خير ونتمنى لهم كان كل النجاح ان شاء الله وما نحبش نقلق الناس. دونك صارت شويه ضمانات على طول معناها عملت ريزيليسيون كونترا ومشيت على روحي ونتمنى لهم كان كل خير بالحق معناها. معناها البارح خذيت مستحقاتك الكل من النجم الرياضي الساحلي والامور معناتها واضحه 5-5 هكا؟ من الاول الامور واضحه 5-5 مستحقات معناها ضمانات، انا نقول لك ضمانات معناها فهم كيفاش ما ندخلوش في الامور معناها الاداريه. ايزون بروبوزي حاجه انا وافقت عليها على طول، قلت لك راني ما عنديش حتى مشكله، بالعكس راهو انا جيتهم باش نسهل الامور وباش الامور تمشي وتقعد كان العلاقه الباهيه والكره راهي تقرب ما تبعدش، وناس شفت منهم كان كل خير وشافوا مني كان كل خير ونتمنى لهم كان كل خير. باين سي حمادي ملي خرجت ما تكلمتش تقريبا، هذا اول تصريح تعمله هكا ولا؟ لا صحيح. سؤالي سؤالي حبيت نعرف كيفاش تقيمها التجربة في النجم الساحلي، كان تقصيرة نوعا ما ولا؟ بطبيعة احنا قعدنا ثلاثة شهور تو في مكالمة هاتفية ما نجموش نقيموا التجربة، لكن الناس كل تعرف معناها بديت التجربة بتاعي مع إدارة معينة مع سي فهمي النايفر والإدارة بتاعه، ومن بعد 15 يوم جاء سي زبير بيا، دونك إدارة جديدة هيئة تسييرية جديدة سياسة جديدة زادة. باش نلخص لك معناها بسرعة، الانتدابات كانت متأخرة شوية، معناها خلات الانتدابات معناها الملاعبية ما يحضروش معناها بدنيا، ومع بداية الموسم وبداية المباريات
دونك اون ايتي اوبليجي معناها باش باش نلعبوا الملاعبيه هذوما هما ماهمش حاضرين بدليا. حاجه اخرى لم يقع معناها لا كاليفيكاسيون تاع الملاعبيه هذوما في المقابله الاولى ضد الاولمبي البيجي. دونك الامور هذه عطلت شويه معناها النتائج تاع الفريق، واحنا كنا متاكدين انه الملاعبيه اللي جبناهم ثم معناها بوتونسييل بي، والبوتونسييل هذا وقت الملاعبيه يحضروا من الناحيه البدنيه ويوليوا كومبيتيتيف اكيد انه مش يعطيوا الاضافه. ونتمنى ان شاء الله الملاعبيه هذوما في الاسابيع الجايه وفي معناها في المقابلات الجايه يعطيوا الاضافه للفريق النجم الساحلي ان شاء الله. برشا انتقادات طالت الانتدابات سي حمادي، خاصه مش من ناحيه الاسماء، من ناحيه الجهوزيه كما كنت تحكي البدنيه. حابين نعرف كيفاش تم التعاقد معهم الملاعبيه هذ. والله يا سليم هذا دوسي كبير برشا يا سليم، انت توا فاجاتني بالسؤالات هذيا. انتدابات معناها ثم اللجنه الفنيه في النجم الساحلي اكيد اللجنه الفنيه هذه طرحت الاسماء، تعرف اللجنه الفنيه فيها سي زبير بيا، سي ايمن عبد النور، سي منتصر عمار، سي ياسين الشيخاوي، سي امين الشرميتي، وقع طرح الاسماء هذه وصار الانتداب تاع الملاعبيه هذو. اسمك ديما كان سي حمادي بعد كانه ما استبرش عليك معناها في النجم الساحلي، بعد كل جوله ولا جولتين تطلع حكايه التخلي عن حمادي الدو، وبعد تطلع الهيئه تكذب. حابين نفهم شنو صاير بالضبط سي حمادي. انا تعرف تركيزي كامل على الفريق بتاعي، ما ندخلش في اش قاعد يصير في وسائل الاعلام ولا في الكواليس ولا هذا صار صحيح، واكيد انه اعمل شوشره على الفريق هذا ما في حتى كلام. لما الملاعبي من المقابله الاولى ومن المقابله الثانيه يشوف انه سيقع يعني التخلي على حمادي الدو، اكيد يصير هذا ينقص من التركيز تاع الملاعبيه. لكن اللي ناكد انا حاولت نركز على العمل بتاعي وعلى الخدمه بتاعي وما ندخلش في المتاهات هذه. وكهو اخويا هذيك هي الكوره، وكما قلت لك نتمنى كل خير للفريق النجم الساحلي. كيفاش تشوف الاختيار نتاع محمد المكشف لتعويضك؟ مانيش انا مش نقيم زميلي محمد مكشر. محمد مكشر مدرب كف، وين مشى خلى البصمات بتاعه، ابن النجم الرياضي الساحلي، يعرف الكواليس تاع النجم الساحلي، يعرف الخفايا تاع فريق النجم الساحلي، ونتمنى له كل النجاح ان شاء الله. سينو انت وين الوجهه ان شاء الله سي حماتي؟ والله مش نرتاح شويه، لانه زاد تعرف بعد زوز مواسم في الملعب التونسي وقبلهم موسم في السعوديه، بعد على طول معناها دخلت بعد نهائي كاس تونس، عدينا وقت الاكزامان تاع الكاف برو، من الكاف برو مشيت لفريق النجم الرياضي الساحلي، ما ارتحتش بالكل تو عندي معناها سنوات ما فيها باس، واحد شويه يعمل شويه راحه رتور زاد من الاكسبيريونس بتاعه، ويحاول معناها يرتاح شويه وبعد نختار الوجهه بتاعي ان شاء الله. صحيح سمع عروض، لكن مانيش مستعجل على العروض، ما فيها باس واحد يرتاح شويه زاد حاجه، ثم زاد ما ثمش كان الكوره، ثم العائله، ثم اذا ما فيها باس واحد يرتاح شويه اخويا الغالي. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا لك على دخلك معنا سي حمادي، وبالتوفيق ان شاء الله في بقيه تجربك وبقيه مسيرتك. يعيش خويا سلام. بيه خلينا ناخذ تعليق من عندكم، نبدا معك انت مروان. تقريبا الامور مشات كما كان يحكي سي حمادي، معناتها بسلاسه ما صارش مشاكل، معناها نورمالمون محمد المكشفي باش يكون موجود الجوله القادمه على بنك البدلاء. سمعنا كل شيء، نقدموا له تحيه سي حمادي الدو، هذا حتى حد لا يشك في قيمته كمدرب، ونعرفوا الانجاز اللي عمله في الملعب التونسي بعد 20 سنه تحصل على كاس تونس، هذه تحسب لمحمد حمادي الدو. اليوم ممكن الوجهة اللي كانت للنجم الرياضي الساحلي ذول اللي كما كان يحكي اليوم الانتدابات اللي قامت بيهم عطم تأخر النجم الرياضي الساحلي اللي هو معاون التوش في النجم الرياضي الساحلي، معناتها كونه اليوم معناتها الملعبية اللي قامت بيهم الانتدابات النجم الرياضي الساحلي ما رضاش بيهم محمد الدول الحقيقي. يقول لك اليوم ملعبية ما كانتش حاضرة فيزيكمون، ما عطتنيش سيرتو الماتش الاول كونتر الاولمبي بيجي، وانا نحن نعرفوا دوبيت سيزون ماتش عنده اهميه، سيرتو ماتش لونين مفتاح معناتها البطوله
اذا معناتها تبداها بخساره الاجواء باش تدور عليه شويه. مي تبقى هذيك هي معناتها حال المدرب اليوم في تونس ديما ساكو فوق داره، حظ اوفر محمد الدو حاجه بالي كونه من هيئه معناتها اليوم كي تشوف من الكلام سي حمادي الدو والهيئه نتاع النجم الرياضي الساحلي وفات بحاجه باهيه كما قالك كان يشكر في الهيئه وقالك معناتها بون شونس محمد المكشر وهذيك هي الكره ستيم. ذاك المهم الطريقه اللي تم بها انهاء العلاقات التعاقديه من نوع هذا ظهر صحيح هذه الايماج الباهي اللي موجوده تو يحب يقدمها سي زبير باير نقولوا رئيس النادي ماشي رئيس الهيئه التسييريه. خذوا وقتهم الزوز ظهر الموضوع كي يفسروا هو ظهر ضمانات معناتها معناتها باش يزيد يصبر على النادي ماديا. لكن الحاجه اللي تحت سب السي حمادي لان نعرف في الصيف كنت مواكب النجم الساحلي نقولوها واضحين الوضعية اللي بتكملت بها البطولة النجم الساحلي إداريا وكرويا مش أي مدرب يكون هز كاس تونس ياخذ ريسك خاطر يعرف اللي بشرق السؤال. أما كمام ذاكر النجم الرياضي الساحلي معناها شرف في الكل مدرب يريني واحد من الأربعة الكبار بينهم النجم الرياضي الساحلي وكما جاتش تزيدوا برشا في السي في نتاعو زاد وكما جاتش النجم الساحلي ما يقبلش معاك معناتها في الموضوع لكن زاد المدرب يهز كاس تونس والنجم الساحلي نوادي الكبرى اي واحد يتمناهم في اي ظروف يدرب ياخذ الفريق اللي هو اللي قال جاهزيه يمكن هو فما حاجات ما حكاهمش اللي في الظرف هذاك لازمك اللاعب احنا نقولوا بالعاميه نتاعنا يعني سباقه وجريه ومت كل شيء لازمه لاعب حر وما يتكلفش برش وباهي وحاضر هذوما كي تلقاهم من نجم يلعب في الرياض مش في الليتوا هذوما الاسامي اللي خذوهم على الورق به وظاهر شوف بالاكسبيريونس مدرب ياخذ الوضعيه نتاع اي جمعيه كبيره في الوقت هذاك راه مستحيل يكمل سيزون خاطر الجمهور ما يهموش الجمهور يحب على النتائج لا يهمو مشكل تاع فلوس لا يهمو فيفا لا يفهم يحب كي يلعب ليتوال ضد الترجي تربح ضد الافريقي تربح ضد ايكيب في الديفيزيون 5 يربح معناتها علاش قلت لك تحسب له اللي هو خذ الريسك اللي هو يعرف روحه اللي معناتها باش يتعب من الاول مع الفلوس ما فماش اونتر تون جات الهيئه هذيا ينجم يكون الخدمه اللي يخدم فيها توا والتحيه كما قال هو محمد لانه محمد زاد مدرب كبير ولازم تحتسب له حاجه زاد محمد اللي جون اللي موجودين توا ما ننساوش عامين التالي كانت ممنوعه الانتداب النجم الساحلي وهو وقت اللي خذ الفريق محسوب نفس الوضعيه نتاع النجم الساحلي تاو يكون خير شويه ماديا لكن ممنوع الانتداب وقت طلع صغار اسمه اللي مشى للعواني وكل هو طلعهم محمد اللي هما تاو قعدوا شويه منهم اللي هو تاو مش راضي عليهم لكن الحاجه هي اللي تشجع وكما قال هو اللي قلتها انت زاده اللي ما فماش واحد يرفض تدريب فريق كبير. سينو قبل ما نجيك سي علي رحب بطارق العبدلي مرحبا بك طارق مرحبا سلام نسيتوا اللي بحذاك دخل في صمت باهي سي علي ظهر لي في تونس اسهل حل هو تبديل المدرب اليوم وصلنا ظهر لي ممكن نقولوا حتى رقم قياسي في تبديل المدربين في 10 لا اكثر 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 8 جولات ظهر لي شدوا فيهم 25 مدرب تو شدوا الفرق الكل معناها معناتها اسهل حاجه تسهل المدربين ولا بيع هو الحلقه الاضعف في الجمعيه هو بصراحه اللي عليه ديما المتراك هو المدرب ديما مش في تونس بركه حتى في العالم فهمتني لكن نقول بالنسبه للضو يعرف الظروف النجم هذا الساحلي كما كيحكي ذاكر توا يعرف الظروف يعرف الامكانيات الانتدابات كانت نعتقد اكثرها من لاعبين يعرفهم مليح كيما هنيد وحده وفهمتني والقروي وشوار رغم اللي يعرفهم سي علي المعلومه اللي عندي ناكد لك اللي فما زوج لاعبيك هو جاب محمد الدو برشا ربطوهم به خاطر من صفاقس لكن فما زوج لاعبيك هو جاب محمد الدو اخزر لي ما قلتش انا جوارات خايبين على الجاهزيه اللي كنت تحكي عليها جاهزيه ناقصه وباش ينجح مدرب يلزم ظروف العمل موجوده ظروف العمل نقولوا الحقائق في النجم الرياضي الساحلي كانت نسبيا متوسطه كما نقولوش ضعيفه احترام هرم كبير ومدرسه كبيره كي النجم الرياضي الساحلي شكون باش ياكل العصا هو المدرب ما نجمش تبدل الملاعبين الكل
نقول حاجه اخرى، يمكن النجم الرياضي الساحلي النتائج الخايبه برشا ما خلتوش باش يصبروا عليه شويه، فهمتني؟ لكن اخفاقه راهو نسبي، خاطر ظروف النجاح ما كانش متوفره. راهو المدرب، المدرب عنده نسبه مئويه في النجاح كما عنده نسبه مئويه في الظروف. كانت توفر له الظروف الكل تولي نسبه اخفاقه كبيره، لكن كي ما توفرلوش، اعطيني مدربين، نحكيو بصفه عامه، اعطيني مدربين كبار مشاو جمعيات متوسطه وظروف النجاح مش متوفره وهز تيترو على هز كوب، صعيب ياسر. سورتو كوب يكون تجي. اما بطوله، اما بطوله يحب لها جاد، يحب لها الامكانيات، يحب لها الظروف، هذاك علاش انا اقول الحمادي الضو. زيد تعب هو، سامحني زيد تعب، لان انا مواكب نعرف. اللي الافكتيف تاع النيرو ما قعد فيه حد. معناتها كان تغيير الريتمونات، كان قعدوا له من القدم تمشي ريزولتا تاع بيجا ويخلطوا له جدد وتصير خلطه تصبر عليه الناس. لكن الحاجه الباهيه اللي قليل فين تلقى مدرب يخرج ويبدا يشكر في الجمعيه اللي كان فيها، سي ديجا ان بون سيني اللي عقليه هايله، وسورتو زبير يعني كوارجي ولعب في الهو نيفو. لكن نقول لي الحمادي ضو تجربة ممتازة، مهما حتى ولو ما قعدش برشا ما صبروش عليه برشا ظروف خايبة، لكن حمادي ضو ماشي في السكة باهية من المدربين اللي عندهم مستقبل وينجم يعاون في الكرة التونسية. واسمه مسموع في الخليج، في السعودية راه اسم معناتها معروف. انت تعرف الامور هذه، انت تعرف اكثر مني. تعرف الليتوال قدام، ندخل شويه في مقابله الجوله، قدام اختبار صعب الجهنيه هذه مع جرجيس في جرجيس متصدر البطوله، كيفاش تشوف الماتش هذا؟ بالطبيعة ساعة والحاجة النجم مع المكشر بالطبيعة بثوب معناه جديد بطاقة جديدة، المكشر يعرف النجم الرياضي الساحلي ويعرف الجروب سورتو معناه اللي يدربوا معناه في السابق. الباساسيون ساعة والحاجة باهية ما بين الدو ما بين معناه زملاء ساعة ما نحكيو على الدو ما بين وخلاق حمادي الدو ما بين محمد مكشر اللي كيف كيف معناه أخلاق كبيرة. اليوم في مقابلة صعيبة، في مقابلة في ملعب صعيب، ملعب رينا معناه الفرق الكل معناه تتعب كيف ديبلاسي الجرجيس. اليوم جرجيس في حالة ولا في ثوب معناه بتاع متصدر، حتى الأجواء في جرجيس أنا مواكبها معناها أجواء كبيرة، فما لما بتاع صدارة يسميه فيها معناها حتى من البرة معناها قاعدين يلعب معناها لما بتاع البطولة بالنسبة لهمومة، وقاعدين يمنوا من جولة الأخرى اللي جرجيس معناها تنجم تمشي بعيد في البطولة هذية. النجم الرياضي الساحلي يعرف يسافر للمتلاوي كيف كيف في مقابل جرجيس باش يلقى صعوبات بطبيعة فنية، فريق جاز فريق معناها مورال معناها مورال مو معناها في توب، دونك يلزم النجم الرياضي الساحلي يتعب برشا في المقابله هذيا، يجري برشا في المقابله، سورتو يكون ابليكي سور تيران باش ينجم يخرج من المقابله بتاع ترجي جرجيس اللي هي مقابله صداره بالنسبه له، انه يحافظ على الصداره نتاعو. فقط من حكيت على جرجيس نهنيو الفريق بعيد ميلاده 90 ما شاء الله، واحد من اعرق الفرق التونسيه والسنه ظهرني مش من فراغ انه يكون متصدر البطوله مع نسبه جلبين ذاك. صحيح هي للرأي العام فما سوربريز يشوفوا فيها ديما النوادي اللي تطلع من الديفيزيون 2 ديما، حتى هما كي يحكيوا مع رواحهم يقول لك انا كي نوقف يوسف تابلو نضمن البقاء بالنسبه لي انا انجاز. لكن هذه الفرق العاديه الاولمبي الباجي مثلا وترجي جرجيس معناتها عندهم القاب وعندهم الصوت نتاعهم في البطوله وعندهم الكولون الصحيح نتاع الخدمه نتاع النوادي الكبرى موجود، فهمت؟ الحاجه الباهيه اللي هو خدمه في الصمت تونيوكو في الصيف، حد ما حكى عليهم بوج البان كي شافوه جاي يقول لك هذا يمشي يفشل، الانتدابات كانت في بلاصتها، لكن توا لازم يخموا خاطر ما تعرف القمه راهو فيها حسابات. توا ما بعد النجاح الاولاني خاطر البطوله بالزيتاب راه فما ليتاب الاولى كيك سوا خايبه وبعد لازمك ترد باهيه، والليتاب اللي تبدا باهيه لازمك من توا تخمم في الباساج فيدا خاطر تجي الباساج فيدا وجاي، ما مستحيل تابيروج الجرجيس تلقى ولا اي نادي في العالم، وشفنا مع الريال ومع السيتي شنو قاعد صاير، معناتها جرجيس لازم تخمم ما بعد النجاح هذا كيفاش باش تزيد تولد ولا تقعد فيه، هذا هو وباش تعرفوا لان المباراه هذه معناتها تعديت من الباساج مع الكبار اللي هي مع باجا كونكورون ديريكت، تعديت مع النادي الافريقي شفنا حاجه فما حاجه في التيران فما
مش فما هويه مش طابع. زهر ايه فما طابع وديما نشوف طابع بتاع النوادي الكبرى وزوز من الملاسين من سيوتي سيوتي نهار تطلع تعملك ترجع للقديم نتاعها معناتها للكولون صحيح الثقافة والكولون موجود ما يعني هو ذاك ثم حاجه تريز امبورطونت انا كي تشوف كارير نتاع بوجلبان وتشوف الباساج الكبير اللي عمله في الاهلي الاهلي تعرف مع مانويل جوزي المدرب البرتغالي خلى بصمه كبيره خديك في 3-5 سنين كي جاء بوجلبان اول حاجه قال وقت كبير في التحضيرات ثاني حاجه كما قلت تحكي تو قلت كل مهيله هو الانتدابات اختارهم هو اختارهم على قياس السيستم دو جو اللي هو محضره ما غير حسه سامحني اتفق معك ما جابش ديزيلي دو بوش بار اكزومبل لكن جاب ديزافونسون دو كاليتي جاب ثلاثه ولا اربعه ديزافونسون دو كاليتي اختار جوارات صغار اللي هما عندهم طموحات وهذايا الفكر المدربي كان موجود مع تحذيرات قايمه فهمتي ولا ابليكاسيون موجوده وصغر والجو العام كان هيك سيد علي وشو اللي يحسب له وشو اللي يحسب له اللي يحسب له هو في شخصه ويحسب له حاجه اخرى سيد علي انه المدرب اللي حكينا قبيلك على المدرب انه الكاستينج الملول راهو مسؤول عليه المدرب ما تنجمش تقول لي مثلا راهو مسؤول جاب لي معناه ملاعبي وانا قبلته وهو متوسط ولا قل من المتوسط طارق زيد ما ننساوش العمل اللي يقوم به حمزه شقير لا شيء حمزه لشقير صحيح هذا علاش نحكيوا فيه نحن في الكوره في تونس صحيح. على حسن التسيير صحيح. اليوم فما عبيد معناتها كيما في نتاع بيجا كيما نتاع جرجيس فما عبيد تعرف تسير كوره عند عينين كبيرة. حمزه مش مسير هذاك مش مسير اللي نضمن لك حمزه لشقير اللي هو اللي كان مش تحب صلاحه ولا لشقير ديما نغلط فيه انا ميساج تبقى اللي هو راهو عنده يد في المجموعه هذه نتاع جرجيس يعاون في الملاعبيه خاطر عنده خبره كبيره في الملاعبيه اسلام انا باش نكمل كلمتي خاطر نسق مع سيد علي فما الحاجه اللي تحتسب له واللي انا تعجبني في اي واحد في دومين تاع الكوره يكون عنده المبادئ نتاعو ما يغيرهاش وتكون عنده الكارير اللي هو 3-5 سنين خدمه في النوادي الكل ما نجحش نجم نقولوا في سليمان في كذا سفاقس ما بدلش سفاقس ما مشاتش مليح باه باش نقول لك ما مشاتش مليح يكون ظروف هذيك ما صبروش عليه ما صبروش يمكن هو خدمه في النوادي الكل لعب ثلاثه ولا اكثر في سليمان لعب ثلاثه في سليمان سفاقس اي دقيقه انا ماريش سفاقس ما تبدلش لا لعب فما مباراه لعب ويمكن نقطه بريسيون وبدايته لكن ديما المدربين تحاول كي تتنقل تغير خاصه هو مانيش نقولوا صغير في العمر هنقولوا في بدايته معناتها توا النجاحات باش معناها ينجم يجازف صحيح باش تجي في جرجيس ويلعب نفس الموضوع وما سكرش وما عملش كي الناس باش ياخذ الخمسه سته مباريات باش ما يتنحاش كيما يخموا برشا مدربين هذاك ما يمشيش في خلينا نكتبوا بالله مازالوا برشا ماتشات ذاكر نصك على نجم الساحلي احكي شويه على طوال محمد المكشف اليوم بدا معناتها يعرف اكثر من المجموعه اللي معاه ظهر اللي وقيت باش يرجع نجم الساحلي على السكه ظهر اخي بيان سور هذا هو اللي قام معناتها الواجب اللي باش يقوم به محمد الكشر ما اليوم كما دام عطاتك ثقه الهيئه اليوم باش تكون موجود على راس الفريق لازمك تتاكد اليوم بالنتائج نرجع لك اليوم انا نقول ماتش هذا ماتش صعيب ماهوش باش يكون سهل نعرفوا الترجي الرياضي الجرجيس قاعد يقدم في موسم طيب وهك شفتهم على الفرق الكبار كان معناتها قلق برشا الفرق الكبار مي ما يمنعش اليوم النجم الرياضي الساحلي باش ياكد اليوم انتصاره اللي في بنزرت بالمباراه هذه نتاع جرجيس خاطر احنا رينا النجم الرياضي الساحلي وكانه بعد مع مباراه بنزرت وكانه صاير اليوم النجم الرياضي الساحلي فاق لا بالعكس مازالت الشامبيونات طويله الناس قلت تخدم هي بيدها الجروب وهي بيدها المجموعه لازم يحطوا ساقيهم على القاع يعرفوا اليوم اللي كونوا النجم الرياضي الساحلي ديما مطالب يلعب على الربح اليوم في جرجيس ما نتصورش اليوم محمد الكشر ماهوش باش يلعب على ثلاثه نقاط وان شاء الله مع تراو بالماتش جرجيس يعني ما نقولش انا كيما قلت لك استيم ديما نرجع نقول لك ما تكونفيرمي ماتش بنزرت الا ماتش جرجيس ما لازمش يصير بريسيون على محمد الكشر خاطر ما تغير شيء تغير كالمدرب وضعيه لاعبين خلينا نقدموا زي عندنا برشا ماتشات تعرف شيء خير معناها الوضعيه البدنيه اليوم باش تتحسن شفت شوات في بنزرت شفتوا خير
دونك فعليا طارق نسالك على ماتش نادي ريفيس فيرس اللي باش تلعب غدوة مع اتحاد تطاوين، ظهر لي كيف كالعادة الكلام ديما على سانتوس مدرب السي اس اس، احسن فرصة مع اتحاد تطاوين ما نقولوش قاعد يتعدى بفترة صعيبة الفترة هذه باش يرجع الانتصارات ويتحقق 3 نقاط مدرب السي اس اس. بالطبيعة مقابلات كيف هكايا باش تلقى معناها وضعية المنافس هي اللي باش تحكم في المقابلة هذيا. تطاوين قاعدة تمر معناها بصعوبات، ورينا حتى في لي شانجمون معناها بتاع المدربين والمشاكل الداخلية مادية كانت ولا معناها سور تيران في تطاوين. هذا هو الكل معناها بتاع برشا جمعيات كيف تطاوين وغير تطاوين اللي عملوا معناها روتار في التحضيرات واللي رجعوا مخر واللي عملوا معناها اختيارات فنية زادة كيف معناها كانت يمكن غالطة، واليوم معناها يعرفوا اللي معناها فما ملاعبية ما عطاتش الإضافة في تطاوين، ولا ديما بصفة عامة التحذيرات المخر هذية تجي على المدرب تجي في التيران بتبيع يوريك اللي اليوم تطاوين ما يجاز. النادي الرياضي صفاقسي فرصة بالنسبة لي هو باش يلقى ليروبير متاعه باش ينتصر اليوم باش يصالح الجمهور متاعه، وخاصة انه يحضر زيادة معناها الكاس المقابلة رابطة الابطال. سيدي علي وقيت نشوف استقرار في التشكيلة متاع السياسية، الظالي بدا ينجم نقولوا بتحسن شوية المستوى في المقابلة الماضية ولو انه مازال مش هذا المطلوب، لكن نحسوا بدا يلقى التشكيلة ولا لا ماكش موافق براسك تعمل لي ليه؟ لا مش موافق، وما شفتش النادي الصفاقسي في المباريات الكل ما شفت الرياضي الصفاقسي كان كيعمل تغييرات ونفس التغييرات ونفس الملاعبيه اللي هو الحباسي بركات وبشا، كل ما يدخلهم هم في تزميطه جمعيه تلقى الريبير نتاعها، وهذو ملاعبين يعني مؤثرين ديما الماتش اللي بعده يرجع نفس الاسلوب. شوف الصفاقسي يحبوا الكره الجميله يحبوا الكره الهايله، وانت تعرف تبارك الله يقول لك جوفنتوس العرب ولو انه بركات لعب اساس الماتش ويز الماتش ويز الاخرانيين تحكي لك بدايه بربي توك تحط الظروف نتاع جرزيس وتحط الظروف نتاع كلوساكسيان يعني شيء بعيد على بعضه من امكانيات من الملاعبيه و و و و الظروف كلها متوفره. علاش الحلقه اللي ناقصه انا را لي المدرب الحقيقه كل صدق كل امانه وانا راه المدرب مش في الطموحات نتاع الرياضي الصفاقسي خويا مدرب 6 ماتشات ما شفناش فكر نتاع مدرب، ما شفناش ستابيليتي، ما شفناش فون دو جو يعمل كيف، يقولوا الحقائق بالكش ريكروتمونات ما كان مش في مستوى كبير، يمكن زاد ريكروتمونات ما كانوش في مع تطلعات الناس الكل في الصيف في الصيف نهلوا بالانتدابات اللي قامت بها. انا ما هللتش اول حاجه وثاني حاجه ما ريتش فوندو جوز يا خويا اسلام يعمل كيف الحقيقه. كتقول لي زرزيز شفت حاجه كوره شو لي باجا شفت باجا مستير شفت هاو جمعيات امكانيات ضعيفه يعرفوا كيفاش يختاروا، راهو اختيار المدرب مهم. هي النادي الصفاقسي كان ولدها فوق ظهرها وهي تلوج عليه يعني سكوت البال ما يخدمش على راحته تحكي على انيس ولا شنو؟ لا نحكي على ولدها اللي كان يراني فيها محمد الكوكي. ماهوش ولدها ولد جمعيه يعني مدربها وعمل رومونتي سبيكتاكولير وعمل طبع لعب ورجع للثوابت نتاع النادي الصفاقسي بعديك تنعها. علاش؟ خاطر قال عنده مشروع، عندهم الحق عندهم راه سيدي علي نحكيو على مجموعه جديده راه نعم نحكيو على مجموعه جديده بدايه موسم راه احنا كي مشينا للطوال نحكي لك انا كي مشينا للطوال ديما نحكي لك حاجه ماذا بيك تربط في جمعيه تربط السيزون اللي بعده بالسيزون الجديد ما عادش بدايه موسم 8 جولات خلينا نكمل الجمله 8 جولات ولعب بزوج ماتشات في الكوب دافريك معناها 10 ماتشات مازال بدايه موسم ما يصيرش. ايش كلمك يا اسلام؟ نحن المدرب هذا حكمنا عليه بعد 4 جورني بلينا نحكيه على مجموعه شونجمونات وغلطين وكل شيء. اسمعني انا اليوم حكيت عليه هو ملي ماتش ميكوي تحكي عليه مش حتى بعد 4 جولات. انت تذكرت الشامبيون اللي هزتها نادي رياضي صفاقسي 2013 ما هزتها الا من بعد ما بنيت مجموعه من بعد بعام فخر الدين بن يوسف فرجيني سياسي كيف نحن اللي صاير في الاطوال اليوم كمجموعه ما نجموش نحكوا عليها بعد 8 جورنيات و4 جورنيات لازم نسير بكري ممكن اليوم ريزولتا ما تمشيش معايا في الرتور تنجم تمشي معايا يا اخي. نحن انا في الاطوال يعني كي مشيت الاطوال 2014 عملنا فريق جديد ما هزيناش به الشامبيونات هزتها وقت من بعد هزتها 2015 نادي الافريقي
وبعد احنا العاملين بعده ولينا نربحوا في الليكيبات الكل. اما مروان انتم راهو انت تعرف يا طارق راهو فريق يتبنى جديد راهو مش من الكات جورني ولا من جورنيات راهو باش تشامبيون. اسمعني ما هو لي سيمي بتاع لي ريكو هذا اللي خلينا نحن نخلطوا المدربين ونخلطوا الشارع هذه كل مره يتنحوا النور وكل مره درا شنو راهو باش تبني فريق مش بسير باش تبنيه على شهرين وكذا شهر ما تبنيش بملاعبيه فوق 30 يا ودي ما نسالش معاك انا نحكي على بيريود فخري ولا انت ولا انتم وقتها طالعين زاد صغار فما اي ما هزيناش ما هزيناش من العام الاولاني عملنا دوري ستة خايبين من الاول من بعد الفريق بدا يتحسن. شكون المدرب تاعكم؟ شكون وقتها كي مشيت روجي لومير هزينا كوب تاع روجي ومن بعد شكون جا؟ ومن بعد جا فوزي البنزرتي. وشكون النجم ما يصبرش عليهم؟ اما نحن وقتها في البيريود هذيك عدينا ستة اشهر مع بعضنا باش عملنا ايكيبا ومن بعد هزتها النادي الافريقي ما هزيناش نحن 2016 هزتها النجم الرياضي الساحلي. ذاكر ذاكر مروان بعد الناس الكل ولات تحكي على النجم الرياضي الساحلي. مروان اسمعني على المدرب تاع صفاقس. اسمعني تاع النادي صفاقسي المدرب النادي صفاقس لازم يشد جول الكلمه ذي عليه ما يحبوهاش احنا مشكلة كلمه صفاقس ما يحبوهاش جمهور صفاقس. نحن في الشارع الرياضي بتاع تونس ما نحبوش كلمه بروجي سبورتيف دقيقه لا ما احنا كيف اربع ماتشات ولا نبر على الوتر خليه مروان يجاوبك مروان كذبه هذه انت مو زيد بروجي من شبه الجمعيه زيد بروجي من يجيبوا من جمعيه اخرى تركوا على مروان بروجي سبورتيف برسمك ماش تحكي وين راهي كذبه في تونس راهي تتقال في البيروات في البلاتوات برسمك حتى حد ما يصبر بروجي. حتى حد ما يصبر ها فما بروجي في ستاد تونسيا مثلا ليه 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 ها فما بروجي في بروجي مش مشكل فماش كي ما هزوش في نار جيت من الكلاس العاشر ايه والناس كلها تتطرق اسمعني مولي سيني بتاع البروجي نجم ينحيلك مدرب نجم تيتري لا هو الحاجه الباهيه في ستاد تونسيا للناس بروجي نتاعهم اللوطه في الجان بالضبط ماليش فوق في الكلمه ذاك ما سمعناش خليه يكمل ذاك وبعد باش نمشيو للفاصل تفضل ذاك اي قص شفتهم يقصوا عليك نجبد من اللوطه ترى اي بسرعه ذاك بسرعه ما عادش عندي يمشي عاد يمشي لا حول ولا قوه الا بالله بالنسبه للمدرب نادي صفاقسي ساعه اولا خلينا نبداو من الاول المدرسه البرتغاليه عمرها ما مشات مع نادي صفاقسي وهما ديما مركزين معاه واحد ربما كنت حامل عليه المدرب ومن بعد وليت ما حامل عليه على خاطر فما كيما يقول لك فما ديزانديس باهين لا لا حامل عليه كراي 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 الفني فما ظروف تحامل عليه فما ساعات ظروف عندهم بيدي نبدل راي فما ديزانديس باهين وخايبين سيد ولا يجبد في ديزانديس خايبين باش نعطيك بالديتاي وقت اللي اي مدرب يجي يا سي تاج لتونس اجنبي كيما انا تو باش نسافر لبرا ندخل نعمل ريشيرش على البلاد هذيك ما نسافرش ديريكت مطار وشني عقليتهم وكذا المدرب كي جابوه بالورق وستيلو من احسن المدربين في افريقيا في الفتره هذيك باهي فما خلط صغير اسكو جاه المسؤول عطاه الفوفير وقال له خذ راحتك وابني وهنا معاك وخذ راحتك ولعب جينيور وجرب وكل فما فرق والا جاء قال له راه نحب على النتيجه الهيئه قال له خذ راحتك من المباراه الوديه خاطر يعملوها في الاوروب نتاع زوز مباريات نفس النهار تاع نادي سبيكسي والكلوب وفي الصباح لعبوا مع باجا ظهر ماخو راحته على خاطر المسؤول اللي ولد تونس يقول له رد بالك راهو ماتش حتى ميكال مع جمعيه الكبار اخويا هبط لي ل 11 تيب راهو جمهور يشدوا فيه صحيح الماتش هذا كيفاش عمل زوز مباريات من الوقت راه بدات بريسيون عليه المدرب هذا باه وبعد بشي يختم الحاجه زاد الغريبه اللي صايره في الستاف تاعهم فما حتى تونسي ابار صفوان الحيد المدرب حراس وانا بالنسبه لي انا جوان لازم يكون تونسي واليوم تزيد شاد الهمام يا كيف تزيد في البريسيون مع النجم شادي ما عادش ينفع نحكيو على من الاول ورقه 5000 هذه شادي ومن بعد مروان كما قال سيد علي راهو سي سي كنت لبسهم مريول الافريقي ولا الترجي سي سي تدخل تعقلهم صفاقس عندهم ستيل دو جو نتاعهم ما يتبدلش ديما يخدموا عليه واش قلت لك السيد تحسوا ما خرجت من بعد ولات عليه بريسيون من الحوارات نتاعو ديكلاراسيون نتاعو نتاع انسان ضيع على الفولون من يده ضيعها كومبليتمون يتخبط تحسوا كي يقول في تونس ما تنجمش تماركي كي تقول معناتها ظالي ميليتير واقفينه ما تنجمش تربح ظالي شادين عليه فرود ولا يعمل فيه حاجه كيما قال لك سيدي علي وقت اللي يغير تلقى نتيجه الاسبوع اللي بعده ما يغير ما يهبطهمش هذوك يهبط واحد كيما بركات يهبط واحد اثنين تحسه قاعد وحده قاعد وحده يدور ما هوش فاهم شيء وراه فما ديزونتونور كبار وقتاش تلقى كاركتير تنجم تلقاه في اوقات معينه
راهو ما عادش يحمل البريسيون وهو كبير فنيا كبير. لكن انا عملت شويه تليفونات وسالت نكمل معك خلي كمل جو ذاكر زي ما نتفهموا في حاجه اونترنور يجي تو عنده قريب 4 أشهر اقل حاجه 4 أشهر جاء برمي في الاول جويليا التو قداش من شهر 5 أشهر 5 أشهر انا نادي الرادي الصفاقسي ما ريتش فون دو جو تفرج شويه ضد الكلوب اي معك اي سكر ترانزيسيون كونتر اتاك ذاك كمل اللي قلت يعمل شويه تليفونات كمل لي هذه الاخرى هذه اللي عجبتني تو ما يقصش اسلام قلت لك في الاول اول السيف سمعت تليفونات انا قلت قلت عملت تليفونات لا اي نسل بحكم جمعيه نسل معناتها عملت تليفونات مثلا حكيت مع صفوان الحيدري قلت له فسلي المدرب الدكتاتوري دبلوماسي قال لي راهو لا راهو يشارك الناس الكل وياخو راي الناس الكل لكن انا الحاجه اللي ريتها من يمكن ما مشيتش في الانتدابات داير هو جاب واحد ولا زود الظاهرين الاجانب الاجانب الالباني هذاك اللي زاد الحطه نتاع سليم بن عثمان تحطت مخر وتحس فهم مسؤولين تاع الانتدابات ماهوش امام شنو تحط مخر اي سليم تحط مخر بعد ما جات الانتدابات في الوسط في الوسط فما اللي سالوا قبله فما اللي سالوا بعده اما لاري دروا نتاع الفريق القومي هذاك الوليد جاني جابوا هو وزيد ما ننساوش معناتها حتى في البدايه تاع البطوله نقول لك لعبوا مع الكبار تقول لي شنو كبار النادي الافريقي جرجيس ولات من الكبار باجا واضح ذاك راهي خلينا تعدي انا راهو مع حتى شوف انت معك معك في الكالندري لا 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 انا مدرب نعطيه وقته اي لا لا ما عادش شوف بالبريسيون اللي صارت ما عادش يصبر اسمع عليه كامل ما تتستناش المدرب هذا بالوضعيه اللي موجوده تو فيها صفاقس باش يكون المردود يتبدل في نهار وليل فقط ملاحظه خالد المغزاوي اللي موجود في ستاف تكنيك تو تاع سي اس اس مدرب حدث في الايمات الفاز تاع السعوديه بعد باش نحكيو على مقابله الترجي اليوم واتحاد بن قبدين وبقيه المقابلات ايضا تاع البطوله في الوقت هذا لانسينا سوندراج على قناتنا في يوتيوب هل مع تشريك أمن الله مميش على حساب بشير بن سعيد في التشكيل الأساسية للترجي بعد شوية باش أعطيكم الإجابة وتنجموا تشاركونا برأيكم بخصوص الموضوع هذا موزيكا وبعد راجعين